لا زالت الرياضة الكويتية أنا أقول غير واضحة المعالم بالنسبة لرفع الإيقاف. لا يمكن إحنا نتكلم عن الرياضة الكويتية عن كرة القدم، إذا كان هناك رفع الإيقاف يجب أن يكون عن كل الرياضة الكويتية وليس عن كرة القدم. هناك تناقض في موقف الاتحادات الدولية والمنظمات الدولية، كيف الاتحاد الدولي كرة القدم يرفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية بينما بقية الاتحادات لا ترفع الإيقاف؟ كيف الاتحاد الدولي كرة القدم يقول إن الكويت طبقوا القوانين وليس هناك تعارض، واللجنة الأولمبية الدولية تقول هناك تعارض؟ من هو الحكم ومن هو الفيصل في من هو صاحب الحق ومن هو الذي يجب أن نتبعه؟ هل نتبع الاتحاد الدولي أم نتبع اللجنة الأولمبية؟ إذن هناك مافيات داخل هذه الاتحادات، هناك مافيات في الرياضة العالمية تسعى إلى أنها تفرض رأيها سواء صح ولا غلط بمصالح خاصة ومصالح بعيدة كل بعد عن الرياضة.